waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macallinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macallinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiis oo xambaaro waajibkiisa wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weeweyaan mayno wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weeweyaan mayno بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه أن دمان أرضي وحا وطيب أحمد مري عشر كينونا وعشر كي سقالات شابتر كي لحاد صفحتنا وحالا صابحي دونتان صفحات دا بغول يسيديد إبو جين وانا دروستي اني تحانا ها اي نكسو تبين جرري برمامجكا تي فيقا قرانكا يو اذا عدد راديو هرقيسا لقيسي وانا اكسن وحي نوسي سعودي عثمان بن عفان ان استشادو الخليفة عثمان رضي الله عنه وشي مرقا شهيدي ديو شهيدي عثمان بن عفان خليفك مسلمين تو كان اوحوها الخليفة عثمان مدحويني مسلمين تا اي عثمان رضي الله عنه ذا صفات تلمام مدو صاحبة كريمة وناكسن وأخلاق يدقمو فاضلة فضل بدن فقد كان وحوها رضي الله عنه إلى إرى لها كهاده لينا إن دبع صنبوها رحيما نحريف نحريس بدن وعطوفا تريتان بدن كريما ديقسيه رأينا قصو هذا فطمع فيه وحا أي دمعين أصحاب الأنفس الضعيفة تدك مرقا حوية نفتو أي ضعيف كتهاي والكارهون يكوى لبصنية لدين الله إلهي دين تسال قويم توسا أيا وحوية نباتو إنا يوغيستان طمعي فمن هؤلاء كوى وحاكمدها فمن هؤلاء كوى وحاكمدها عبد الله بن الصبا نك الله إلى هذا خلافة كتشرة هصيها شيء عبد الله بن الصبا وشيغان مؤرخين تاين بدون كميدي وهو يهودي وحواني يهودي أسلم إسلامي زمن عثمان حلق عثمان بن عفان أيو إسلامي نفاقا منافق نما أيو إسلامي فبدأ وحو بلابي يطوف في بلدان المسلمين ودنضى مسلمين تاينو كوريغو وكان وحوها كلما وصل إلى بلد مركو مركزو غارو ودن يحكي كذبا بين بو شيغي جيري عن ظلم عثمان انو ظلميي للبلد الاخر ودن ككله حتى ترك كل قدر الى او تغي مركا غوبل كاستا يظن او ملينايي انه بخير انو مركا وانا كسوغن يحي وانه افضل حالا يينو ما حالدي سو كفيعان تاي من القدر الاخر غوبل ككله واقنعهم وحانو كو قنعيي ان عليا وأقنعهم وحكوقاً عيي أن علياً إن علي رضي الله عنه إلى الرالي أكاده أحق بالخلافة ماذا احتني ماذا وقحق بدن يهي من عثمان بن عفان سيداسو وحوياً كوقاً عيني فجاءت وحا يمي تابع عشر كاي نوصي سعودة فجاءت وحا يمي وفود من البصرة وافتيا كيمي بصرة والكوفة هي كوفة ومصر أي مصربة قائدهم وحانهم قامين أي عبد الله بن صبا وقابلهم وحل مركا حويا قابلي الخليفة عثمان بن عفان بوتغي وعلي رضي الله عنهما إلى رعليها كهذه وواعدهم وحاووا بلنقاري خيرا وناقبوا بلنقاري عثمان إذا هم عادوا إلى بلادهم ودن كودي مركا كنو قدان
إنه مركع حويان بلنقادي أيوسمي فبدأت وحي بلابين هذه الوفود وافتيدني بالخروج من المدينة مدينة كبحان إلا أنهم هصيهاشي رجعوا مرة أخرى مرخلي كسور نقدين إلى المدينة مقالة المدينة بحجة يقول دليشانيا أن عثمان بن عفان كتب إنه صغري إلى والي مصر مصر بلا ساب كيدي يامره يسوى فريا أن يقتل إنه لايو الوفد الذي وفدقا جاء إلى المدينة مدينة يمي من أهل مصر إرهير مصر وعثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان بريء من هذا الكتاب قرال كايا ورقدا قادي بريء بكيه وإنما زور عليه فوتشري أيا لغا سميست ورقد فوتشري أيا لغا سميست وحوه اللو ديبه نمان كانوا ردح دا كسي جرى أو مصر تودي كسي سعودا أو بلنقادنا عثمان بن عفان كسيتا دبيتنا وحا ليلي وحا ورقدا كوق الرايد وحوه نمان كاسمير كسو قادان له وكان وحوه حامل هذا الكتاب كتاب كان نينك سيدا المزور إلا فوتشري يصير على مقربة من أهل مصر يصير من سعودا على مقربة من ميلودو من أهل مصر غير مصر يتعرضهم وبن بحاي وكل بوصو يرمو قنا يتعرضهم وصو بن بحاي حتى قالوا له إلهي هذا ما لك وارمحاك وقل دعاي أرنك أقوامحاي إن لك الأمر والله أرن وين باط لاذا ما شانوك محاي تايرن تاضو نكي بكو لاذين نين اسقرين أيه وكل بحلو ماليسان أيه مركا أركان وبربر سعودة أيه دبيتنا كشكيين فقالوا الحل أنا الرسول أمير المؤمنين وحان هاي كوصود رأي أميرك المؤمنين تو إلى عاميه نكي شقالاها مصر شقالاها وقاها برا سابكا أيها وحويان يصود رأي بمصر أي مصر مركا حويان وقاها برا سابكا ففتشوه ويبالين محاد سيدا دبيتنا ورقد با لو يقصود بي نتوس بي لهذه يقول يرشك السم ففتشوه ويبالين فإذا هم بالكتاب المزور وحابيه لين كتاب كيف فوتشريقاها أما ورقدي فوتشريقا هيد وواضح وحان عب أن هذا الرجل لنكني كان إنه قاصدا مدود شيدا أن يعرف إن لقرته إسلا هل لقرته ودبتان لمن كان ورقد دمر كورا وقو تلقل إنه تصو إيو حسك ديقا يينين كردو مانيا فرجعوا إلى عثمان بيكو صو نقدين لمن كي وفتقا هيا كتاقي وطلب عثمان نوحو كدوني وكعد صدي التحقيق إلا هو بيو في هذا الكتاب ورقدا إلا أنهم أبوا حصي شوي ديدين خبين ما ينبي لادين وادنا خياميس وقالوا حيلادين قد حل الله دمك إلى أيدي قاقا وانو حلالي وحاط ويسكو قدامين الثوار لمنكي كعسنا بيت عثمان بن عفان قريقيسي وقد حاول وحيسكو دين كثير فرابضنا من صحابة الرسول كمدا وابنائهم إيو حويا أبتكيسي الدفاع عن عثمان إنا إيو أبتكودي با صحابتي إن بدنا وبد كود كم يدي بعد دفاع عن عثمان أي دفاعان إلا أنه كان يقسم عليهم وحكول عاريي أن يلقوا سيوفهم إن سيفه ذا مركا قبانا في سيفات شوشي أنا سيف قادم وهاتش ما وي ويرين الثوار من كي كعسنا على الخليفة مدحويني مسلمين تا فضربه وحا كل فتي سيفتا رجل مصري من خير مصرع من بني سدوس قبيل خلال بني سدوس كسوشي ذا يقال له لا إله إلا شبل ومعنى هذه أي الرجل الأسود نكي مذوبة بسيف سيف أيو كل فطي وهو استجوا يقرأ أخرية القرآن قرآن كاستجوا أخرية فاتقاه عثمان وحى استجد جاي رضي الله عنه بيده جعنتي سايو استجد جاي فقطعها وشرع جعنتي با والمصحف استجوا كتاب كنا بين يديه لبذا جعمود وقاع استكتاب كي فنضخ فنضخ الدم ليجي أيا وحوي أن كل مي أو مرجع حوي كشف مي على قوله تعالى إلى هاي هذا الكيسة فسيكفيكهم الله إلى هاي أيا كائل على نيوي معناه وهو إلى هاي السميع العليم وإلىها مقلك بدن علمك بدن آية دا قرآن كا أيا وحوي أن ليجي قاري فسقط المصحف كتاب كيبا كدعى من يده عثمان بن عفان قعنتي سوف قال عثمان بايري أما والله إلهي بان كدارته إنها يدو لأول كف وقعنتي وقه الرئيسي خطت قرته المفصلة قرآن كالله يقانا المفصل وصورة قاف يوحكه سيئ مركح ويان لدى المفصل
وذلك أنه كان وحوها من كتبة الوحي لمن كي وحي قري أي عثمان بن عفان كمدها وهو أول من كتب وعديه رئيسي قرطاء المصحف كتاب كان مصحف كا ها مصحف العثماني وطن الله إلهده من إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسك النبي ويري أي كقري فجاءت وحاوتم زوجته نائلة قبل يسير لورنشر نائلة تحجز عنه تمنع عنه يدو كتشوشين يسو كعرنيسا فتعمدها وحاو قصدي أحد المجرمين لمن كي الدنبيليال كامد كمدا يدي بوسو قصديه فضرب يدها كعانت أيو كل فطي سيفك كل فطي فقطع أصابعها فرهبا وشري ثم ضرب عثمان عثمان بو سيفتي كل فطي فقتله هو ديري وكان استشهاده ومرقع ويان حلقو شهيدي رضي الله عنه يوم الجمعة مالين جمعها مالين أيتاي جمعه الثامن عشر سدير يطلع أيتاي من ذي الحجة بشا ذي الحجة عام تاريخ مركا يهايد 35 للهجرة شان يصدن كي تاريخ ذي الهجرة فرحم الله إلى يوم حريستو أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كودي رحمة حريس واسعة بلاران وجزاه حكا أبالي عن الإسلام إسلام كيو المسلمين المسلمين تبع خير الجزاء أبالي انتو خير كبدن يقول في عام أجب عن الأسئلة التلاتية كتشواب سؤالان صوص عضاء متى توفي عثمان بن عفان عثمان بن عفان قرم أيو لنطي يوم الجمعة من ذي الحجة سنة وعلين شمعاء أي سنة دونها هاي شان يصدق يجري كم كان عمره عندما توفي مسا شربوها لبي سيدية شربوها كيف توفي عثمان بن عفان سيدابو كل بنت عثمان بن عفان هل كاسد كسو غري سوان كو دافي من هو قاتل عثمان بن عفان عثمان بن عفان كي دلي محوها رجل مصري من بني سدوس يقال له شبلة هل كاس أيينو عثمان بن عفان إنه أقول له ماضي مرة ابن كعب ابن لؤي ابن فهري ابن مالك ابن كنانة وأمها هو يلدنا وحلولين شري أم الرومان بنت عامر ابن عويمر ابن عبد الشمس ابن وعتاب ابن أذينة ابن صبيع ابن وهبان ابن حارث ابن قنمي ابن مالك ابن كنانة ويلتقي نصبها وحيكون كل ما نسب كذا مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأبي حق عابها في الجد السابع أوقع تطبعات ومن جهة الأم حق هو يدنا في الجد وحكو كل من أوقع الحادي عشرة كوبية طبنات أو الثانية عشرة أمال بيه طبنات أيها أبترسين تطوطر نيساي هل كاسي سوقي مهدا ولادتها هذا الشيء دي بينو يقينا ولدت أم المؤمنين ولدت وحي مرقع أم المؤمنين عائشة وحي لطي رضي الله عنها في مكة مكة أيها كل لطي المكرمة قبل الهجرة تاريخ الهجرة كور بسبع سنين تقريبا تضبص النظر تاريخ الهجرية وحويان كهر أي دلطي وقد ترتبت وقد تربت له وقد تربت وحيكو بربارتي رضي الله عنها إلى إيرا ليها كاده صدرا قيب في بيت الصديق نولوش هذا قيب كم إذا كورجي وحويان أبيه دا كو بربارتي أبو بكر الصديق تسع سنين مدة سقال سنة دوت وشدرا آخر قيب كلنا في بيت نووة كورجي نبي نمد عيه كو صو بربارتي تسع سنين السقال سنة دوضو كلا أيضاً سيدو كلا زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم وقورس مرقا قور كيو قورس دي نبي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قايا قورس دي قبل الهجرة هجرة كهر في بضعة عشر شهر أورية طبان بالغوض وحويان كهر هجرة ده أي النبي قورس دي في شهر شوال بيش شوال وهي ابنة ست سنوات يدو الهجرة أي النبي قورس ودخل بها أول قوري قري في شوال بيش شوال من السنة الثانية للهجرة سنة دي لبعض تاريخ ده هجرة وهي يضعه بنته تسع سنوات سقال جرة فعن عائشة وحال لقوري رضي الله عنها قالت وحيتلي تزوجني رسول الله رسولك إلهي أيها يقول صلى الله عليه وسلم لست سنين أن يقول الهجرة وبنى بي وإلى أقل قلي وأنا بنت تسع سنين أنا قوس سجال كيرة متفق عليه حديث البخاري ومسلم با وحوي أن لبضة صوص عري ووريي وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم نبي جايا كواركي في المنام منام بو كواركي قبل الزواج بها إنتان جورسا ففي الحديث وحاقصنا حديثك عن عائشة ورنا يسير رضي الله عنها قالت وحيتني قال لي رسول الله رسولك إلهي بيقول صلى الله عليه وسلم رأيتك وانك واركي في المنام منام كأيانك واركي
يجي وبيك يدو ويك يا كين أيو الملك ملك عيا يك كيني في سرقة مرأة أديجو حرين من حرين الحريرة فقال لي وحي يقولي هذه تني امرأتك تني وا هوين إيدادي فكشفت عن وجهك وجهك عيان مرضى كقاضي فكشفت وحن كقاضي عن وجهك وجهك ثوب مرضي فإذا أنت وابا أديجو هي إيديه وابا أديجو إيديه فقلت وحن كوري إيكو هذا كان هدو ياي من عند الله هدو إلهي أكتيسة إيقا قران تهي تاني منام كايغان يمضيه إلهي وو إيسو عدسين دونا وايد دبين دونا بان إليبوري مركا حوي النبي صلى الله عليه وسلم متفقون عليه حديث كنا ومتفقوي صحيحين كا أيا وكويا لا عشر كاي نوسي سعودا سرقة من حرير وحويا أن هي الشق البيض من الحرير وقيب وحوية عبد وحرير تكمدة ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم نبي مو قور سنين من النساء حق الضمركة بكرا غيرها قبر مركة حوية بكرا وحوية يدهين كشانتيا أو معنان هرولو سو قور سن وكانت تفخر بذلك عايشة ويكوفاني ترتعرنكا و دمرك كلا نبي قوي كجدونيد فعنها وحال قوري قالت إني تري يا رسول الله رسولك إلهيو أرأيت بروح هذه قورنتا لو نزلت هذا دكتو وهذه انتق وفيه شجرة لرأيك تالو لرتا سقدو كلا منها لداغي ووجدت عاد كهشو ووجدت شجرا عاد مركا كو عرقتات كهشو در لم يوكل منها آن لداغن في أيها كنت في أيها تيباد كنت تردع تر تعو ده تاجين لهاي بعيرك جيلة عما أرتاد وإلا كفتمي سيد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى دمرك كلاردم وعرم البيلة وهاي قال وحولي في التي لم يرتع منها يتعان لداغن أيان جيلة قداش سنة تعني وحيوتي دا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها قبل وحويان بكرادة أو آن يضا هين موكورسان رواه البخاري باوريي وهي سوچته صلى الله عليه وسلم وهوين ايديسة في الدنيا والآخرة آخرية الدنيا دبا وحويان وهوين ايديسة عايش كما ثبت في صحيح وحويان صحيحة كسوغن اختري لتشابع الصحيحة فيما ياتي كالدورة شوابت الصحراء وحان صوصعلا يلتقي النصب عايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحيكو كلمان من جهة الأبي في الجد الثامن الصابع السادس التاسع هذا عرض يومي الدوران دونا ومن جهة الأم في الجد وحيكو كلمان العاشر التاسع الحادي عشر الثامن ولد عائشة رضي الله عنها قبل الهجرة بسبع سنين في مكة المكرمة في مدينة المنورة المملكة السعودية بلاد الحرمين هذا هو يومي الدوران سدي عشر كي نقول تالي وقد تربت وحيكو بربارتي وأخذت في بيت أبيها أيكو قاطي ست سنين سبع سنين خمس سنين تسع سنين مدهان وأخذت في بيت نبوة مدة أيكو قاطي قريق النبي نمدى سبع سنين بوها تسع سنين ست سنين خمس سنين مدهان بدورا تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة قبل الهجرة بضعة عشر شهرا ثلاثة عشر شهرا ثلاثة عشر شهرا وايهي أربعة عشر شهرا مدبه صحون وكانت الشهر بشو حيات في شهر رمضان شوال شبعان صفر وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لقرق لي في شهر بشي رمضان شوال شبعان صفر وكانت السنة التي دخل بها فيها سنة دي لقرق لي نوحي حيات سنة دي صدحة ده هجريقة تي لبا ده هجريقة تي أفراد ده هجريقة تي شنات ده هجريقة مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم وحين ايغينا درجتي اي نبي اغتيس كلهيد كانت لها رضي الله عنها وحي لهيد مكانه خاصه درجه غاره في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب النبي اي كلهيد وكان يظهر ذلك الحب نبي غنا جعيلك واو موجسن جيري ولا يخفيه كم قرين جيرين ولا يخفيه من قرين جيرين وعن عمر بن العاص وحال قوري رضي الله عنه قال وحول بعثني رسول الله رسولك إلهي بايدري صلى الله عليه وسلم
على جيش ذات السلاسل ايضا كي لما قعب حي جيش ذات السلاسل سريع يا هيد اما ايضا الى لا ان ايا ويدري قال وحوري فاتيته وانو ايمي نبيغا قال وحوري قلت وحان يا رسول الله رسول كلا هيو اي الناس ددك كيبا احب اليك هذا قلت عش قال وحوري عايشه قال وحوري قلت وحان كل فمن الرجال حق الرقنا قال وحوري ابوها ايضا بهد وابو بكر قال وحوري قلت وحان ثم من تبيض ايوه قال وحوري عمر قال وحوري فعد وحوري تريي رجالا رق اخرجه الشيخاني لبض الشيخ ايا سو ساري ان هدينو اغنو ان عيدا كان لا يراهدو اما سندي سيدهاد باي دحداي جيش ذات السلاسل او ليهي ماركا تاني مكا معركه ذات السلاسل ماها سوا سريه ذات السلاسل سندي سيدهاد اي دحداي ان نيمان قود عال اورن جيره او قبايلو صحابدا قار كميدا وخيي ليهي ايا وحوي عمر بن عاص لو ديراي سو ماركا نيمان كا وحويان او قوت جبيو هلكا ايينو ارداي ku soo afmeeri doona casharkeenii sagaalad ee maadada tarbiyada islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaaga macallinka waxanahay wahdiga dugsiyada وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا او حمبار واجب كيس او حمبار واجب كيس وهسنينو واون مينو وروريقي مينو ايوي عن مينو وهسنينو